اعتقد انه يعني حول موضوع وثيقه المنامه، احنا لما قدمنا في فبراير كنا نتناقش بينه وبين المعارضه، بعض الاخوان في المعارضه قالوا انه النظام اذا قدمتوا له المطالب بيبوس رجايلكم. هذه مطالب، هذه ما تتقدم. طبعا النظام ذبحنا على هالمطالب، مو انه يبوس رجايلنا. وبالتالي من يتوام؟ نعتقد احنا ان البحرين هي متغير تابع. من يعتقد ان البحرين دولة وفيها جبال وكذا وما بعرف ايش وديان، هذا حكي فاضي. انا اعتقد انه البحرين متغير تابع، اذا كانت القلعة لا تزال بهذه القوة فعلينا ان نطالب بما هو متاح لنا ان ننتزعه. وهذه ليس انتقاص من شعب البحرين، وليس هذه قراءة لواقع حقيقي. طول عمر البحرين متغير تابع، وهي في علميا ليس لديها مقومات دولة، لا جغرافيا 700 كيلو متر مربع، ولا بشريا، ولا حتى ثروة. وبالتالي يعني مسألة الدولة يعني هو الخليج يا دوب يطلع دولة. اعتصام التجار ايضا في احدى الاجتماعات مع التجار ايام فبراير، انا قلت لهم لوفد التجار اتمنى ان تكون عندكم شويه شجاعه تجار الكويت. قبوا علي قالوا احنا تجار ابن عن جد ولا نسمح لك وما بعرف ايش. واول ما خبطونا راحوا يركضون يقدمون الولاء، فروض الولاء. انا لا اتحدث عن كل التجار، انا اتكلم عن الخط العام، على الاقل اللي ماسكين تل أبيب غرفة التجارة وإلى آخره. بالتالي إحنا نعتقد أنه إحنا لن نحملهم أكثر من طاقتهم، إحنا ما عندنا شيء ضدهم، مثل ما إحنا ما عندنا شيء ضد جمعيات الموالاة. إحنا مطالبنا مش موجودة عند أي جمعية سياسية، إحنا مطالبنا واضحة عند النظام السياسي وليس عند أي جمعية سياسية موجودة، لا معارضة ولا موالاة. ولا نعتقد ان هم يستطيعون لو ارادوا ان يعطون شيء، لانهم فاقدين الشيء، وفاقد الشيء لا يعطي. شكرا.